انت بتصدر لحوالي 25 دولة. تمام. احكي لي المجهود اللي بتعمل عشان نفتح سوق واحد. اصعب المواقف اللي بتعدي علينا طبعا في المعارض، انك بتبقى فيس تو فيس مع العميل، فده اللي وهو اللي بينجز معاك كمان، وتبقى السرعة اكتر في انك تتم الديل لغاية الاخر. تمام. فالمعارض هي اللي بتقدر تواجه من خلالها كل العملاء، وهي فعلا اللي بتفتح لنا اسواق سريعة بسرعة، غير الايميلات طبعا، وغير مواقع علي بابا، وغير التسويق الالكتروني. دي لان دي بتبقى بتسوق صناعات غذائيه الكتروني عالميا. عالميا. ازاي بقى؟ وفي طبعا معانا مشتركين موقع علي بابا، ده على طول بيجيب لنا عملة، يعني منتجاتك بترفعها معروضة على علي بابا مثلا. معروضة على علي بابا على طول، وده يجيب لك زبون من بره، سواء من بره يشتري منك، ويديك الثقه كمان ان انت مكود عنده ومعروف عالميا، مش اي حد بيدخل معايا. يعني انت قبل ما تطلع منتجك ممكن تتعاقد الكترونيا من خلال المواقع العالميه دي طبعاً. وفلوسك تيجي لك لغايه هنا طبعا. هو موجود عنده الصور، بيشوف الصور، ببعت له عينات على طول، دي اتش ال ارامكس ببعت له. فهو بيشوف العينات، بيروح بتروح عند العميل بيدوقها، خلاص اتفقنا، ما فيش غير السعر كده اللي بيربط علينا بس، طريقه الدفع طبعا. ودي طبعا الاتفاق فيها صعب شويه طبعا، 50 50 70 30 100% طبعا، لو احنا شاطرين او عارفين ندخل دولار بسرعه البلد. يعني المواقع دي امنه ومش محتاجه تامين مثلا؟ لا لا لا، امنه احسن نودي بضاعه وتروح يا عم احمد. لا لا، علي بابا فيش شويه مواقع معانا يعني كويسين.